السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان أساليب تغيير الرأي العام. سنتناول في هذه المحاضرة، وهي الفصل الرابع لدى طلاب مساق الرأي العام والإعلام قسم الإعلام والصحافة الرقمية في جامعة الأسرة. يهدف هذا الفصل إلى تعريف القارئ بأساليب تغيير الرأي العام من خلال عدة عناصر، والتي سنتعرف عليها خلال هذه المحاضرة. أولا، أسلوب التكرار والملاحقة. ثانيا، أسلوب الإثارة العاطفية. ثالثا، أسلوب عرض الحقائق. رابعا، أسلوب تحويل الانتباه. خامسا، أسلوب البرامج الإيجابية المحدودة. سادسا، أسلوب افتعال الأزمات. سابعا، أسلوب إثارة الرعب والفوضى. ثامنا الشائعات. نيجي نتعرف أولا على أسلوب التكرار والملاحقة، وهو من أهم أساليب تغيير الرأي العام. فيعتقد البعض أن أسلوب التكرار لا الجدال ولا المناقشة هو أنجح الأساليب لتغيير الرأي العام. كنا عارفين لما نسمع المصطلح اللي بيقول لك التكرار بيعلم الشطار، او كل ما كررت للطفل وعلمته كل ما انه حفظ اكثر. حتى انت لما بدك تدرس بتكرر المادة والصفحة او الدرس مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تحفظه. لكن هل هذا التكرار بيأثر في الرأي العام؟ خلينا نشوف ونعرف. طيب، هو بيقول لك انه بيرى البعض من الناس او من المفكرين انه لا جدال ولا مناقشة، انه اسلوب التكرار والملاحقة هو انجح الاساليب لتغيير الرأي العام، لانه كانت الدعاية الالمانية بتعتنق هذا الاسلوب وتؤمن بانه الاسلوب المثالي لمخاطبة الجماهير. فوصف جوبلز هذا الاسلوب الدعائي وقال ان سر الدعاية الفعالة يكمن لا في إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشياء، ولكن في التركيز على بضع حقائق فقط وتوجيه أذان الناس وأبصارهم إليها مرارا وتكرارا. ويطلق على هذا الأسلوب الترتيل، والشرط الرئيسي ليكون أسلوب الترتيل مؤثرا هو مدى تناسب لهجة وشكل الرسالة الموجهة للجمهور المستهدف مع طبيعة هذا الجمهور وسماته المختلفة. لكن نشوف، أو لعل أوضح استخدام لأسلوب الترتيل هو الصراع العربي الإسرائيلي. كرست الدعاية الصهيونية حملاتها وركزت في جملة واحدة وأصبحت تكررها لحتى اليوم، أن إسرائيل لا تقهر. وساعدت ظروف نكسة 1967 في أن يترسخ لدى الرأي العام العربي مفهوم أن إسرائيل هي إسرائيل الكبرى اللي لا تقهر. واستخدمت إسرائيل مرتكزات مدروسة لتنفيذ هذا الأسلوب، أهمها إنها تعرض صورة الأسرى العرب وتبث الأحاديث معهم ورسائلهم إلى ذويهم. وكانت هذه بتركز على ما حدث لهم من هزيمة وانكسار، ومما يؤسف لهم ضعف الإعلام المصري المسموع في هذا الوقت والمرئي في هذا الوقت، فلم يكن يغطي كل أنحاء مصر في ذلك الوقت. وكان صوت إذاعة إسرائيل قويا ويصل إلى كافة المناطق رغم التشويش. أيضا عرض صور أفلام المعارك الحربية التي تمت على الأرض العربية لبيان مدى حجم التفوق الإسرائيلي، بالإضافة إلى تنوع أسلوب العرض سواء من خلال الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون بعد حرب 1967، وذلك لتثبيت مفاهيم وأفكار معينة عن الشخصية العربية مقارنة بالشخصية الإسرائيلية. يعني كانت لعبة إسرائيل في إنها أسلوب التكرار في التأثير على الرأي العام، فكانت دائما تجسد وتضع صورة إسرائيل أمام العرب بأنها إسرائيل التي لا تقهر، أنهم جيش الله المختار. ووضعوا صور كثيرة، صور سلبية، ومن ضمنها استخدموا برضا التلفزيون والسينما بالصوت والصورة لأنهم قووا هذا الانطباع، في حين نصور الإسرائيلي بالأوصاف أنه التالي أنه شاب وأنه إسرائيلي نشط وأنه محب للفكاهة وأنه مجد وأنه شجاع. وصاحب هذا حملة واسعة لتذكير القراء بالاضطهاد الذي وقع على اليهود في الماضي وعلى جرائم النازية
وعلى مقتل الملايين من الأبرياء منهم لحتى اللحظة في المعتقلات، وغنى عن البيان أنه ما ساعد الصهيونية على استخدام هذا الأسلوب اللي هو تريتل السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام الأمريكية. فالجماعات الصهيونية تسيطر على وسائل الإعلام الأمريكية بدرجات وطرق متعددة، منها أنه إسرائيل بتمتلك أو الجماعات الصهيونية بتمتلك الصحف أو إدارة محطات الإذاعة المسموعة والمرئية، وبتقوم بتعيين عناصر موالية للصهيونية في المناصب الهامة في صحف الصفة أو في شبكات الإذاعة المسموعة والمرئية أو صناعة السينما. أيضا وجود اليهود بأعداد كبيرة بين العاملين في الحقل الإعلامي، استقطاب المعلقين السياسيين وكتاب الأعمدة وكبار الصحفيين لتأييد إسرائيل، أيضا الضغط على الصحفيين الذين يكتبون عن أحداث الشرق الأوسط إن أبدوا أي ميل لمساندة العرب أو الاعتراض على الممارسات الإسرائيلية، وإغراق وسائل الإعلام بالأنباء التي تنبع من مصادر إسرائيلية والعمل على تقليل الأنباء الصادرة من مصادر عربية، علاوة على تزويد الصحف والمؤسسات الإعلامية وقارة الرأي بالمضمون الإعلامي الذي يتناول بالشرح والتفسير الأحداث المختلفة المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، واستخدام الإعلان للضغط والسيطرة على الصحف ومحطات الإذاعة المسموعة والمرئية والمحلية التي لا تخضع لسيطرة المنظمات والصهيونية، سواء طبعا بالملكية المباشرة أو عن طريق تعيين صحفيين موالين لإسرائيل في المناصب الهامة. يضاف إلى ذلك امتلاك إسرائيل لقمر آموس اللي مكن إسرائيل من استخدام تكنولوجيا الاتصال لتحقيق أغراضها الدعائية للتأثير على الرأي العام. أيضا في أسلوب عندي، الأسلوب الثاني وهو أسلوب الإثارة العاطفية، أنه كيف الدعاية بتعتمد على إثارة العواطف لا على المناقشة والإقناع والأدلة والبراهين، بل بتنبع عن احتقار دفين للمواطنين. هتلر كتير كان يستعمل هذا الأسلوب، وأنه بيعتقد أنه الجماهير في عندها خصائص اللي هو الكثير من خصائص النساء، وأنه استجابة الجماهير دائما بتكون استجابة عاطفية أكثر ما أنها بتكون عقلانية. لذلك كان يدعو إلى أن تتجه الدعاية للعواطف وخاصة عاطفة الحقد. وأيسر السبل إلى إثارة الحقد التشهير وإكالة التهم، فيجب تشويه سمعة الناس وتزييف الحقائق. عبر هتلر في أكثر من مناسبة من احتقاره الكبير للقدرات العقلانية أو الفكرية للجمهور، وكان يؤمن بأن ذاكرة الجمهور ضعيفة وأن الأفراد يستجيبون لمن يدفعهم بالقوة أكثر من استجابتهم لمن يقنعهم، وأنهم سيتأثرون أكثر بالتكرار المستمر لشعارات تستميل العواطف ولا يتأثرون بالحجج العقلانية. كان يرى أنه لكي ينجح رجل الدعاية في استغلال عواطف المتلقي يجب أن يتحقق من وجود تلك العواطف، حيث يرجع نجاح هتلر لاستغلاله للمشاعر السائدة بين الجمهور واستغلاله لتلك المشاعر في زيادة المشاركة. من أبرز المشاعر التي استعان بها هتلر الرغبة في احترام الذات والإحساس بالشفقة على النفس، كما يزداد استخدام أسلوب الإثارة العاطفية عندما يصعب استخدام الأساليب الموضوعية والحقائق المادية في استمالة الرأي العام أو في مواجهة رأي عام مضاد. فإن الدعاية يلجأ في تلك الحالة إلى ممارسة أسلوب الاستثارة العاطفية والغرائزية، خاصة في المجتمعات التي تزداد فيها نسبة الأمية. من هنا جاء خوفنا وتحذيرنا المستمر من القوات الجنسية المفتوحة عبر الأقمار الصناعية وبيع كروة القنوات المشفرة بيسر دونما قيود على العمر أو المستوى التعليمي. نشرت مجلة روزالي يوسف المصرية في عددها 3720 في 25/9/1999 أن القنوات الجنسية في مصر بحكم المحكمة وأرقام التليفونات الجنسية العربية وهمية وأرباحها تدخل جيب أمريكا. أيضا يضاف إلى ذلك كثرة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت التي تتمثل وتمثل خطورة هذه المضامين على الرأي العام في كونها تبعده عن مشاكل بلده وأماله المستقبلية وتغرقه في متاهات من الغرائز وتنمي لديه الاتجاهات الهروبية. وليس غريبا اللعب على أوتار الغرائز في الغرب، مثل تعمد المرشح في الانتخابات أن يتضمن برنامجه بعض الأفكار التي تغذي الناخبين بانتخابه، مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية البريطانية عندما نادى العديد من المرشحين بإباحة الشذوذ الجنسي لإرضاء شريحة كبيرة من الناخبين، ورضخ مجلس العموم البريطاني لتوصية بذلك مما كان ممكنا ذلك لولا مناخ الإثارة العاطفية. ولذلك نتفق تماما مع ما حذر منه المفكر الدكتور التهامي
منذ سنوات عديدة من خطورة الدور السلبي الذي يتضمنه الإنتاج الأدبي والفني الملتزم بفكرة الأدب للأدب والفن الذي يستهدف في واقع الأمر إبعاد الناس عن التفكير في المسائل العامة والمشكلات الأساسية. الأسلوب الثالث هو أسلوب عرض الحقائق، وهو يطلق على هذا اللون من الدعاية عادة لفظ الإعلام، وذلك لأن هذا الأسلوب يعتمد على وصول الحقائق لأكبر عدد من الناس على أساس أن الحقائق الملموسة أقوى وأبقى من الأكاذيب والتهاويل والشائعات، وينبع هذا الأسلوب بطبيعة الحال من احترام عقلية الجماهير. من العوامل التي تحقق نجاح هذا الأسلوب طبعا التربية الواعية للجماهير عن طريق الشرف والمناقشة والإقناع، أسلوب تحويل انتباه الجماهير لأسلوب الرابع، وقد يصعب في أحيان كثيرة معارضة الرأي السائد بين الجماهير بالنسبة لمسألة أو موضوع معين، ذلك أنه معارضة التيار جارف من الرأي العام بعد تكوينه ما بيأتي بنتيجة حتى لو كان هذا الرأي العام على خطأ. الأسلوب الذي يتبعه السياسيون وأجهزة الإعلام مثل هذه الأحوال هو تحويل انتباه الجماهير إلى موضوع آخر، مثل أهمية الموضوع المظهر أو أكثر أهمية منه. الأسلوب الخامس هو أسلوب البرامج الإيجابية المحدودة. بقول لك إنه البرامج والتصريحات الإيجابية المحدودة إلها أثر بالغ وسحرها الكبير على الرأي العام، بعكس البرامج غير المحددة والكلمات الجوفاء والتذبذب، ويسوق البعض نموذجا لذلك الديانات بما تعرضه من جزاء للتدليل على مدى نجاح هذا الأسلوب في مخاطبة الجماهير. كما يدرك رجال السياسة تمام الإدراك مزايا البرامج المحددة في تغيير اتجاهات الرأي العام، ولذلك يحرص معظمهم على التقدم إلى الناخبين ببرامج من هذا القبيل، وكلما كانت هذه البرامج متسمة بالإيمان بالمستقبل والتفاؤل به تضاعف تأثيرها، ذلك لأن الجماهير بطبيعة الحال بتكره الروح المتشائمة لما تحمله في طياتها من سلبية وهدم. الأسلوب السادس هو أسلوب افتعال الأزمات، لأن الإنسانية في تاريخ الطويل فيها أزمات عديدة، كثير من الحكومات للأسف هي بتستغل الظروف والأحداث لحتى تأثر على الرأي العام. أمثلة على ذلك عديدة استخدمت إسرائيل في صراعها مع الأمة العربية بافتعالها أزمة مع سوريا كيدية كبداية لشن عدوانها على الأمة العربية. هذا الأسلوب أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين تفتعل أزمة تلو الأخرى من أجل إجهاض المفاوضات وكسب المزيد من الوقت والمكاسب. إثارة الرعب والفوضى برعت المخابرات النازية اللي هي في ألمانيا بصفة عامة في استغلال دوافع الأمان لدى الإنسان بإثارة الخوف والفزع لإرهاب الشعوب وإخضاعها من خلال استخدام الوسائل المختلفة عشان يخلق حالة من الذعر والفوضى. فيقول هتلر إن أسلحتنا هي اضطراب الذهن وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله في قلوب الأعداء، فعندما يتخاذلون في الداخل ويقفون على حافة الثورة وتهددهم الفوضى الاجتماعية عندها تحين الساعة لنفتك بهم بضربة واحدة. الشائعات أسلوب الثامن هو أن الشائعة لا تتقيد بمعايير الصدق والموضوعي، لأنها اسمها إشاعة فهي تقول بغير الصدق ولا يكون فيها موضوعية ولا يكون فيها نزاهة، لأنها لا تتميز بهذه الصفات، فهي أقدر على الغور في أعماق الجماهير وإبان افتقار الجماهير للوسيلة اللي بتمدهم ما هو صادق وما بعرف وش هو الحقيقي. المعروف أنه بصعب وجود صحيفة تقدم الصدق كل الصدق كل الحقيقة كل الحقيقة في فترات الحروب بالذات والأزمات خاصة السياسية والاقتصادية اللي بتخدم مصالح الشعوب. أيضا لما احنا بنعرف الإشاعة، ما هي الإشاعة؟ هي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع أو الصحة، أو يعتمد على المبالغة هو وبيعتمد على التهويل والتشويه في سرد أي خبر في جانب ضئيل من الحقيقة، أو إضافة معلومات كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو الحقيقة، وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو العالمي أو القومي تحقيقا لأهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية على نطاق دولة واحدة أو عدة دول. أنواع الشائعات، توجد تقسيمات عديدة للشائعات مثل الشائعات الحابية، الشائعات الاندفاعية، الغاطسة، العنصرية، القائمة على التشويه، الشائعات المستندة على وقائع. في رأينا أهم تصنيف للشائعات هو التصنيف الآتي في شائعات الأمل أو الأماني والأحلام. هذه الشائعات تعبر عن رغبات وآمال أولئك الذين تروج الشائعة بينهم وتنشر بين الناس لأن لهم حاجات ورغبات وآمالا فيها. شائعات اليأس والخوف من اسمها بتمد الناس بالخوف وبتنشر القلق ما بينهم. شائعات الكراهية وتحويل الولاء
ودق الإسفين زي ما بسموه، وتصدير لتعبير عن شعور الكراهية والبغض ودوافع العدوان اللي بتجيش فيها نفوس بعض الناس، وبينتشر في هذا النوع بين الأحزاب دائما المتعارضة دائما، كما يذكر في الصدى التصنيف ناب لائف شائع جمعت بين الولايات الأمريكية عند تحليلها، وجد أن ثلثي هذه الشائعات عدائية من حيث الهدف، إلى جانب محاولة بث التفرقة فيما بينهم. عمود الشائعات على أخطر، على أنه أخطر ما في الشائعات أنها بتتخذ عمودا في صحيفة، ولقد أخذ عمود الشائعات في صحف الإثارة يشعل القراء في كل مكان، ليس جديد في صحف الولايات المتحدة إلا أنه أصبح في الصحافة المعاصرة أكثر إثارة وحيوية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعطيل بعض الصحف نتيجة لما تضمنته وعملت الشائعات من أمور تفسد علاقات الحكومات بالدول الأجنبية. وجدير في عمود الشائعات أنه كثير ما لجأ كاتبه إلى الحدس والتخميس والتنبؤ بما سيكون، وبسط هذا كله كأنه حقيقة واقعية. طرق مكافحة الشائعات، توجد قواعد كثيرة تتبعها أجهزة الإعلام، من هذه القواعد قتل الشائعة بشائعة أخرى أكبر منها حجما، واضح. القضاء على الشائعات بالمعلومات، إن أنا أجيب معلومات حقيقية أقضي عليها وأكذب هذه الشائعات. أيضا في طرق كثيرة وأمثلة كثيرة، في أيضا أنك تكذيب الشائعة، ما يجد الإعلامي أنه من الصعب محاربة شائعة فلو سكت عنها قد تزداد انتشارا أو تضخيما أثناء عملية الانتشار الاجتماعي، ولكن هو مطلوب منه يكذبها، فسيجعل من لم يستمع إليها يسمعها عن طريقه ولا عن طريق من عمل هذه الشائعة. طبعا في دراسات، نموذج للدراسات حول هذه، حول الشائعات، تبين في المجتمع المصري التي أجريت قبل وأثناء وبعد رئيس السادات إلى القدس أن العمال أكثر فئات العينة ميلا لتقبل وتصديق الشائعة، وكذلك الريفيون بفروق ذلك، لو كان الميل لتصديق الشائعة قبل المبادرة أعلى لدى الحرفيون وعمال الإنتاج، بينما درجة الغموض لدى العمال أعلى بفرق ذلك إحصائيا. من هنا تنتهي محاضرة اليوم لدى الفصل الرابع، والتي تحدثنا فيها عن أساليب تغيير الرأي العام، وتحدثنا عن أسلوب التكرار والملاحقة، وأسلوب الإثارة العاطفية، وأسلوب عرض الحقائق، وأسلوب تحويل الانتباه، وأسلوب البرامج الإيجابية المحددة، وأسلوب افتعال الأزمات، وأسلوب إثارة الرعب والفوضى، وأسلوب الشائعات. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.